الآن في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، ونقف أمام إحدى اللجان الانتخابية. الزقازيق تابعة للدائرة الرابعة بالنسبة للنظام الفردي، وتابعة للدائرة الأولى بالنسبة لنظام القوائم. يعني كما توضح الصورة هناك يعني طوابير من السيدات الناخبات الذين جئنا منذ الساعات الأولى من الصباح من أجل المشاركة في هذه الانتخابات، و الأعداد كثيفة، ويبدو أنها تؤشر على أن هذه المرحلة الثانية ستشهد إقبالا كثيفا من الناخبين على غرار المرحلة الأولى من الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب المصري. والآن سنقوم بإجراء حوارات مع عدد من الناخبات الذين حرصنا على المجيء. أسأل حضرتك، لماذا حرصك على المجيء للتصويت في الانتخابات، وكيف ترى الانتخابات بشكل عام في مصر عقب ثورة يناير؟ والله الواحد حس انه المفروض يقول صوته عشان البلد في مرحلة تغيير، والمفروض ان هو يساهم في حاجة زي دي ان شاء الله، يعني عشان في وجه الله وفي الناس اللي احنا بننتخبها ان البلد مستواها يرتفع والناس تعيش مرتاحة ونلاقي حاجة جديدة، يعني مصر جديدة، تغيير جديد، الناس ترتاح له كلها. يعني اللي حصل في المرحلة الأولى من يعني من تأمين جيد للعملية الانتخابية وإقبال كثيف للمشاركة من قبل الناخبين في المحافظات التسع في المرحلة الأولى، هل هو الذي دفعك للمشاركة، ولا هناك يعني أسباب أخرى جعلتك تأتي منذ الصباح للمشاركة في هذه الانتخابات؟ والله إن كان بالنسبة لي فأنا بعتبر إن الواحد المفروض يشارك، لأن دي بالنسبة لي صراحة أول مرة في حياتي، أول مرة أجي انتخابات. شكرا جزيلا. شكرا. أسأل سيادتك، يعني أنت يعني لماذا حرصتي على المجيء للانتخابات، وكيف ترى الانتخابات بشكل عام، هل هناك يعني اختلاف عما كان في السابق؟ طبعا أنا في الأول أنا متأكدة من ماليش صوت، وإن مهما قلت أنا متأكدة إن اللي هم عايزينه كان يعني هو اللي هيمشي، لكن أنا دلوقتي صوتي هيفرق وهيعمل شيء للبلد، حتى لو مش هو اللي وصل، بس على الاقل ان انا عملت شيء، حسيت ان انا اولادي هيبقى لهم دور في يوم من الايام ان هم يتقدموا، هيبقى لهم صوت، البلد هتتقدم، هتفرق كتير اكيد صوتي يعني. شكرا. الحمد لله. اسال حضرتك، لماذا حرصك على المشاركه في الانتخابات؟ لان مش معقول بعد الثوره والجمال اللي حصل في مصر دوان، مصر بقت بتاعتنا خلاص، قبل كده ما كناش حاسين ان هي بتاعتنا. طب ايه اللي حصل في المرحله الاولى وشجعك ان انت تاجي في المرحله الثانيه في الانتخابات ونحن الان في المرحله الثانيه؟ الشعب كله نزل وصوت رغم كل الصعوبات ورغم كل التضييق اللي كان عليه قبل كده، لكن واعي، عرف ان في ثوره حصلت ولازم ننزل نشارك، بلدنا بقت بتاعتنا. يعني اتفضلي حاجه. اتفضلي. هي قول لي سؤال. يعني ايه رايك في الانتخابات، العمليه الانتخابيه؟ حاجه، والجيش بتاعنا عظيم، والقضاه يعني كله 100 100. شكرا. اسال حضرتك، الاسباب اللي دفعتك تاتي النهارده، يعني السيدات يعني كان دايما يتخوفون من المشاركه في الانتخابات، ربما للمخاوف من لاسباب امنيه، هناك مضايقات تحدث، تزوير، ايه اللي دفعك تاجي النهارده ان شاء الله؟ السيدات على طول بتنزل في الانتخابات، يعني قبل وبعد على طول احنا متواجدين وبندي صوتنا عادي، يعني مفيش مشكله، بس دلوقتي اكتر كمان من الاول، حسينا بالامن اكتر، بالحريه اكتر، فليه نسكت؟ ليه نقعد في البيت؟ خلاص بقى يعني. ما هي ما عادتش يعني تفرق دلوقتي، لازم ننزل ولازم نقول راينا. يعني بس ما حدث في المرحله الاولى من مرور العمليه الانتخابيه دون حوادث شجع السيدات للمشاركه ولا لا؟ بالظبط، صح، بالظبط، هو ده فعلا. حسنا خلاص يعني في امان في البلد فننزل، ليه لا؟ احنا نازلين من بدري، من الصبح بدري اهو زي ما حضرتك شايف يعني، فخلاص عادي. شكرا جزيلا. شكرا. اسالك يا حاجه، ايه اللي تأملين من المشاركه في الانتخابات؟ ايه اللي تأملين من المشاركه في الانتخابات؟ يعني اول انتخابات بعد ثوره يناير. الحريه للجميع والخير لمصر كلها. حاسه ان صوتك هذه المره ليه قيمه ولا لا؟ طبعا هيفرق، صوتي هيفرق جدا وهيغير كتير، يعني في الاول كان صوت نزلنا ما نزلناش تقريبا، ما بننزلش، وكان صوت هما يعني بيخلصوا الموضوع، احنا دلوقتي حاسه ان صوتي هيفرق، يعني ممكن صوتي يغير من شباب لحزب، فالبلد هتتغير اكيد ان شاء الله. ايه اللي تأمليه ان شاء الله بعد الانتخابات وتشكيل مجلس الشعب، ايه اللي تأمليه لمصر بشكل عام وليكي شخصيا؟ ان شاء الله يبقى في نخبه كويسه في المجلس ويحطوا لنا تشريعات كويسه تقوم البلد تاني وتقف على رجلها باذن الله، ويبقى كل الناس متفائله، ودايما الستات على فكره في المقدمه، يعني كل الناس ومعظمهم ستات بيوت كمان. توقعاتك للمرحله الثانيه من الانتخابات،
تتوقع ان يكون الاقبال اكتر من المرحله الاولى ولا لا؟ ان شاء الله خير، كله خير باذن الله، باذن واحد احد مصر هتبقى ان شاء الله احسن بلد باذن واحد احد، وكلنا نازلين ننتخب عشان مصر تبقى كويسه باذن الله. مصر هتبقى كويسه والخير هيعم عليها باذن واحد احد ان شاء الله، باذنك يا رب، باذنك يا رب. اسال سيادتك يعني لماذا الحرص الكبير من السيادات على المشاركه في الانتخابات، وايه اللي تأمليه من الانتخابات بعد تشكيل مجلس الشعب؟ اتمنى من الله للبلد الحل ينصلح فيها، واي بلطجي يتمسك ما يطلع منها لاجل حبيبك المصطفى، ونتمنى الخير والرخص للبلد، واي حاجه للناس الغلابه تبقى رخيصه ونقدر نعيش في بلدنا في امان. انت اول مره شاركت في الانتخابات ولا شاركت قبل كده؟ انا اول مره اشارك، وعندي ابني عينه رايحه في الثوره هنا في الزقازيق، ومش عارفه اوصل صوتي لاي مسؤول، عينه الشبكيه فصلت. انا اتمنى من الله، لا عايزه فلوس ولا عايزه حاجه، انا قاعده في حته اوضه انا وابني، انا مربيه اربع عيال بقالي 16 سنه مطلقه وبجري عليهم، عايشة على معاش والدي، مش لاقيه اي حاجه اخفف عين ابني، عايزه اي مسؤول يوديني اي جهه لعين اسلام تخف، عين اسلام الشبكيه في تركيا. احنا عايزين مصر تبقى احسن من تركيا، كل شويه نسمع في التلفزيون والقنوات كلها تركيا تركيا، احنا عايزين نبقى احسن من تركيا، هو ده هدفنا. شكرا جزيلا. ايه اللي تأمليه حاجه من الانتخابات والمشاركه في الانتخابات؟ طب ربنا ينجح الجميع ومصر تدناها بخير. اسال سيادتك يعني ايه اللي تأمليه من الانتخابات، وانت يعني السيدات يعني ربما كانت يتحسسنا من المشاركه في هذه الانتخابات؟ لا انا يعني بامل ان هي ان تبقى انتخابات نزيهه، وان يعني يحقق لنا مطالبنا، وان يعني حد انه يكون حد قلبه على الشعب نفسه، مش ما يبقاش في اجندات خارجيه، ما يبقاش في اي حاجه يعني تبعدنا عن بعض، نبقى ايد واحده ونبقى كويسين مع بعض. ايه رايك في يعني في عمليه التامين والنزاهه اللي مرت بيها المرحله الاولى من الانتخابات؟ لا هو الجيش كويس، قايم بدوره كويس جدا، وربنا يسهل يا رب ان شاء الله. اسالك حاجه، ايه توقعاتك للاقبال في المرحله الثانيه من الانتخابات؟ هل تتوقع ان يكون الاقبال اكبر من المرحله الاولى ولا لا؟ ايوه الناس فهمت عن المرحله الاولى كتير وحاجات كتيره جدا، وبعدين بجد الناس نازله مش عشان خاطر موضوع 500 جنيه غرامه وكلام من ده ابدا، والله احنا نازلين عشان احنا عايزين ننتخب، احنا عايزين نجرب ان احنا ننتخب ونعيش نحس حاجه زي كده. حاسه ان صوتك ليه قيمه هذه المره ولا طبعا اكيد اول مره عموما ان انا انتخب، دي اول مره اساسا ان انا انتخب. شكرا جزيلا. اسالك يعني حرصك على المشاركه في الانتخابات، ايه اللي دفعك ان انت تاتي يعني في هذا البرد يعني المشاركه في الانتخابات؟ ايه عشان صالح مصر، عشان البلد حاله يتصلح بدل البهدله الناس فيها دي، ربنا يجيب لنا واحد كويس كده يحكم البلد. شكرا شكرا. يعني توقعاتك للانتخابات وايه اللي تأمليه بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد ان شاء الله؟ انا اهم حاجه تصلح البلد تصلح، انا اولادي يعيشوا في كرامه واعصابي بتبوظ، في كرامه ومحبه. شكرا. بنت شعب انت حاسه ان صوتك هذه المره ليه فايده ولا لا؟ ربنا موجود يعمل في صالح، يعني ربنا موجود يصلح حال مصر كلها يا رب وشباب مصر كله، وربنا شكرا موجود. شكرا. أسألك يا مدام يعني رأيك في العملية الانتخابية بشكل عام والمشاركة الكثيفة خاصة من السيدات يعني؟ لا هي الحمد لله يعني الأمور ماشية كويس وربنا يسهل، المهم اللي بعد كده أساسا يعني هيكون كويس للبلد للناس حاجات كتيرة لأن البلد متبهدلة. شكرا جزيلا. شكرا. أسألك يا مدام يعني إيه رأيك في العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة؟ لسه في الأول إن شاء الله تمشي بخير بإذن الله إن شاء الله. طب إيه اللي تأمريه من الانتخابات، مرة الانتخابات وحاسة إن في تغيير ولا لا؟ طبعا في تغيير كبير، هو كان في حد أصلا بيجي ينتخب؟ يعني إحنا بقالنا 20 سنة ولا أكتر ما كناش بنشوف حد إلا يعني اللي ليهم مصلحة معينة يعني، لكن ما كانش الشعب نفسه بيجي خالص. شكرا شكرا. إيه تمنياتك بعد الإجراء الانتخاباتي يا حاج؟ تمنياتي إن يحصل عدالة اجتماعية ويحصل رفع لمستوى المعيشة الإنسان اللي مش لاقي ياكل في البلد كلها، في كل البلاد الناس كلها غلابه، ناس كتير قوي غلابه قوي، نفسنا نحقق العداله الاجتماعيه ونحقق الحريه ونحقق مطالب كتير قوي محتاجين لها كلنا يعني، وربنا يوفقنا جميعا يا رب، يوفق الشعب المصري. شكرا حاج. شكرا. اسالك يعني كشابه يعني حرصك على المشاركه في الانتخابات، دي اول مره تشاركي فيها الانتخابات ولا لا؟ لا انا شاركت قبل كده في الانتخابات وان شاء الله الاوضاع تبقى مستقره اكتر من كده بكتير. طب ايه اللي تأمليه بعد الانتخابات وتشكيل مجلس الشعب ان شاء الله؟ ان كل فعلا حد عمل برنامج فعلا يحققه، ما يبقاش كلامه خلاص زي ما دايما بنسمع يعني. ايه رايك في الاجراءات المتخذه لتامين العمليه الانتخابيه والنزاهه اللي مرت بها المرحله الاولى؟ ان شاء الله تبقى احسن وكده بامر الله. شكرا شكرا. اسالك حاجه، ايه اللي تتمنيه من الانتخابات وتشكيل مجلس الشعب، وهل حاسه ان صوتك هذه المره ليه قيمه ولا لا؟ انا اتمنى الامن والامان للبلد وكده ونعيش في استقرار بدل المرحله اللي عدت دي كلها.
شكرا جزيلا. شكرا. يعني هكذا بدت عينه، اراء عينه من المواطنين من الناخبات الذين جئنا منذ الساعات الاولى من الصباح للمشاركه في اول انتخابات برلمانيه عقب ثوره يناير في المرحله الثانيه من الانتخابات هنا في عاصمه محافظه الشرقيه مدينه الزقازيق، التي يعني تشهد منذ الساعات الاولى من الصباح اقبالا كثيفا خاصه من السيدات الذين حرصنا على المجيء للمشاركه في هذه الانتخابات. أراؤهم يؤكدن أن الانتخابات هذه المرة مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق. هم يتمنون أن تؤدي الانتخابات إلى الاستقرار ومزيد من الأمن في مصر. هذا هو رأي الجماهير الناخبين هنا في محافظة الشرقية في الساعات الأولى من الصباح.